سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في لقاء بيتجدد مع منحة الألعاب التعليمية باستخدام برنامج باوربوينت، مايكروسوفت باوربوينت. طبعا احنا بدأنا معاكم المنحة، اللقاء كان من الثلاث اللي فات، واتعلمنا فيه أو عرفنا فيه عن برنامج الباوربوينت، وعرفنا ايه أهميته في تصميم الألعاب التعليمية، وعرفنا كمان ازاي بسطب البرنامج على الجهاز وبشتغل عليه، وعرفنا كده بعض الايدياز او بعض الافكار اللي انا ممكن استخدمها علشان اعمل لعبة تعليمية او البدايات كده للعبة التعليمية. كملت معاكم استاذة هناء المحاضرة اللي فاتت اللي هي كانت يوم السبت، واستعرضت معاكم لعبة جميلة عن اشارات المرور. إن شاء الله النهاردة هستكمل معاكم اللقاء بإذن الله تعالى في تصميم الألعاب التعليمية برنامج مايكروسوفت باوربوينت. هكون معاكم النهاردة إن شاء الله أستاذة نجلاء فتحي، موجه لغة إنجليزية ومدرب معتمد على برامج مايكروسوفت، عضو فريق أوفيس 365 سوهاج. أتمنى إن شاء الله إن اللقاء بإذن الله النهاردة يكون ممتع وشيق، وتكون المحاضرة مفيدة بإذن الله. النهاردة هناخد لعبة طبعاً أو ideas أفكار للعبة الفوتبول جيم. طبعاً كلنا وكتير مننا بيحب لعبة الفوتبول أو لعبة كرة القدم، وكتير بنستهوى اللعبة دي، فإحنا عايزين نعمل اللعبة دي باستخدام الباوربوينت، ونعمل لعبة تعليمية باستخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت. يلا بينا نبدأ على بركة الله. الأول كده أنا هبدأ معاكم. هننشئ اللعبة من الأول خالص. هعمل اكزيت أو خروج من البرنامج هنا، وهنبدأ نفتح برنامج الباوربوينت من الأول علشان ننشئ عنه اللعبة من الأول. طبعاً برنامج الباوربوينت أنا حطاه في الشريط الأسفل لجهاز الكمبيوتر، وده علشان سهولة الوصول. كده فتحت برنامج الباوربوينت. احنا كنا بنقول هنتكلم النهاردة ان شاء الله على تصميم لعبة تعليمية باستخدام برنامج مايكروسوفت باوربوينت. اللعبة النهاردة اللي احنا هنصممها ان شاء الله هي لعبة بعنوان فوتبول جيم او كرة القدم، او ان انا هستخدم الافكار او الايدياز بتاعة ماتش كرة القدم في تصميم لعبة تعليمية. مبدئياً كده قبل ما أصمم أي لعبة تعليمية لازم أكون عندي مخطط ليها، يعني لازم أكون مخطط لها، وأنا طبعاً إيه اللعبة وإيه الأيدياز أو الأفكار اللي أنا هستخدمها في اللعبة بتاعتي. أعمل إيه؟ مثلاً أنا عايز أعمل لعبة تعليمية بحيث أني أنا مثلاً ذاكرت مادة علوم أو دراسات أو أي مادة أنا ذاكرتها، وبعد كده عايز ألعب أو بحب أن أنا أتعلم عن طريق اللعب، فممكن أن أنا أصمم لعبة تعليمية ممكن عن طريقها أو من خلالها أقدر مثلاً أن أنا أجاوب على أسئلة، وفي حالة الفوز مثلاً الكورة بتدخل في الجون أو بتدخل أو بجيب جون. في الحالة دي أنا هستخدم الأيدياز دي بتصميم لعبتي مبدئياً كده، وهسترجع معاكم الحاجات اللي احنا أخدناها من المحاضرة الأولى إزاي أن أنا أصمم لعبة تعليمية من الأول. وقبل طبعا ما ابدا انا بحب اشكر كل اللي بعت التاسك بتاع اللعبه، سواء دنيا سواء محمود سواء كل اللي كانوا على الجروب امبارح.
بشكرهم وبتمنى ان شاء الله ان كلكم تشاركوا وتعملوا التاسك وتستخدموا اهم حاجه الايدياز اللي احنا بناخدها في المحاضرات ونعمل منها العاب من ابداعاتكم. وانا ان شاء الله واثقه باذن الله ان انتم هتطلعوا افكار مبدعه والعاب مبدعه ان شاء الله. نبدا كده في البدايه، يمكن لو استرجعت معاكم من المحاضره الاولى احنا خدنا ان انا لما اجي اصمم لعبه تعليميه اول حاجه بعملها هي ايه؟ ان انا بدخل خلفيه. طيب انا خلفيتي هنا انا هعمل لعبه عن كره القدم، يبقى انا هعمل ايه؟ هختار خلفيه مثلا ملعب، فهبتدي ان انا اختار. قلنا ان احنا بنعمل الخلفيه يا اما من الديزاين يا اما بكون جايبه صوره انا بستخدمها في الكمبيوتر بتاعي. فانا هنا انا جايبه صوره عندي في الكمبيوتر بتاعي، جايبه صوره عن ملعب كره القدم، هبتدي اعمل انسيرت ثم بيكتشر صور علشان ادرج الصوره بتاعتي فين، ادرجها في الباوربوينت بتاعي. فهبتدي هنا يلا فين ادي الديسك توب بتاعي وحاطه اللعبه مسمياها كده جيم اوبجكتس، مجمعة الحاجات بتاعة اللعبة. فين صورة الملعب اللي أنا هستخدمها؟ أهي دي صورة المرمى اللي أنا هستخدمها. كده أنا عملت إدراج للصورة بتاعتي. طيب بعد ما عملت كده إدراج للصورة هبتدي أظبط الصورة بتاعتي على إيه؟ هظبطها على مقاس الشريحة، أخليها كده مناسبة لمقاس الشريحة بتاعتي. لو احنا فاكرين بعد ما بعملها كده او بظبطها بعمل ايه؟ عشان قلنا ما اخدش انا وكل شوية اعمل ادخل الشريحة تانية، اعمل شريحة جديدة وادخل الخلفية مرة تانية. فقلنا احنا هنعمل ايه؟ هاخد الشريحة كوبي وهبدأ اروح على فيو وهبدأ اختار مين؟ سلايد ماستر اهو. وبعد ما باخد سلايد ماستر بتأكد انه واقفة على الشريحة الاولى، وبعدين باخدها ايه؟ لصق اهي بنفس المقاس. طيب وبعدين بعمل كلوز للماستر فيو، اهي عملت لها ايه؟ كلوز. بكده انا كل ما اعمل سلايد جديده بتطلع لي بنفس الخلفيه. طيب هنا انا ملاحظه حاجه، ان احنا عملنا ايه او في حاجه ما عملناهاش، ان انا لما عملتها ما عملتش ما اخترتش اللاي اوت ونركز فيها برضو، وان انا اختار البلانك الفاضي. فهنا لازم وانا بدرج الشريحه يبقى لابد ان انا اعمل ايه؟ اروح على اللاي اوت واختار البلانك اللي هو الشريحه الفاضيه. طيب انا هعمل ايه؟ طبعا الخطوه الثانيه ان انا ببدا باعمل عنوان اللعبه بتاعتي، فهعمل هنا انسيرت وهبدا اختار منين. طبعا اي حاجه انا هدرجها بتبقى من القائمه انسيرت. طيب منين؟ من الشيبس الاشكال، واختار الشكل اللي انا شايفه مناسب للعنوان بتاعي، وليكن انا هختار الشيب ده. وبعد ما انزل الشيب ببتدي ان انا اشوف الالوان بتاعته المناسبه، مثلا اغير العنوان لو انا مثلا شايفه اللون ده هيبقى اكتر مناسب للخلفيه بتاعتي. وبعد كده هبدا اكتب العنوان، وقلنا علشان اكتب بستخدم يا اما الوورد ارت او التكست بوكس زي ما انا عايز. فانا هنا هختار الوورد ارت وهكتب ايه؟ لعبة كرة القدم، لو أنا مثلا هستخدم اللغة العربية، أو ممكن إن أنا أستخدم فوتبول جيم لو أنا هعملها بالإنجليزي. وممكن نقول يلا هيا بنا نلعب مثلا عنوان اللعبة، فهنبدأ نقول لعبة كرة القدم. طيب لعبة كرة القدم هبتدي أنسق العنوان بتاعي. انا كده عملت لها اخترت شكل او شيب للعنوان، وهنا هبتدي ان انا انسق العنوان. هنسقه منين؟ من القائمه اهو. هبتدي ان انا اعمله بول، مثلا انا عايز الخط يبقى اكبر مثلا 60 وليكن. مثلا عايزه اغير الخط
او مثلا اعمل الخط بالشكل ده. طيب انا كده عملت ايه؟ عملت عنوان للشريحة بتاعتي. طب انا كمان بعد ما عملت الشيب وكمان كتبت اسم اللعبة بتاعتي، عايزة اعمل للعنوان بتاعي حركة. هروح فين؟ مين الحركة بعملها؟ في الانيميشنز اهو، القائمة اللي اسمها حركات او انيميشنز، وهختار الحركة. ايه الحركة اللي انا هختارها؟ هختار وليكن الحركة مثلا فين؟ دي الحركة اللي اخترتها للشكل او للشيب بتاع العنوان. طيب هعملها الحركة دي هتكون اون كليك، يعني هتظهر لما اعمل كليك عليها، ولا اعملها اون بريفيوس؟ لا، هعملها ويز بريفيوس عشان كلهم يظهروا مع بعض. طيب بعد انا كده يبقى انا عملت الخلفية، وبعد كده هبدأ ان انا اعمل عنوان للعبة وعملت حركة للعنوان. انا عايز كده في اعمل ايه؟ هدخل صورة ولد بيركل كرة قدم. طيب يبقى هدخله منين؟ من انسرت طبعا، دي ادراج، وهجيب هنا صورة وهبتدي هختار الولد او صورة ولد بيركل الكرة، وليكن دي اهي، دي صورة الولد اللي هيبتدي يلعب بالكورة أو هيعمل كليك للكورة. طيب أنا برضو بعد ما دخلت صورة الولد هبتدي إن أنا عايز أعمل لها حركة. هختار منين؟ هرجع تاني للأنيميشنز بتاعي، وبعد كده هختار حركة، نفس الحركة هعمل حركة فيت أهي. طيب هنعملها، عايز الحركة تظهر لما أعمل كليك ولا عايزها تظهر على طول؟ لا، هنعملها طبعا ويز بريفيوس، أنا عايزاهم يظهروا كلهم مع بعض. انا هنا حددت دي، يبقى المفروض ان انا احدد الصورة. هنعمل تاني الحركة دي عشان احنا حددنا او عملنا حركة للعنوان. اول حاجة لما اعمل انيميشنز لازم احدد الصورة اللي انا هعمل لها. اي وادي فيت، وهنعمل لها اون كليك. لا، انا عايزاه ويز بريفيوس. طيب بعد ما دخلت يرك الكرة وعملت له حركة، طيب أنا عايز أعمل له حركة تاني، لأن عايز الولد طبعا هو بيركل الكرة بيروح ويجي، فأنا هعمل له حركة تاني بتخليه هيحرك الكرة أو هيتحرك بيها. طب إزاي أعمل حركة وأنا أصلا لسه عامل أنيميشنز أو عامل حركة دلوقتي؟ لطالما أنا عاملة انيميشنز وعايزة اعمل حركة تانية، ما ينفعش اروح للحركة واروح اعملها، هتلغي الحركة الاولى. امال اروح اعمل ايه؟ لا، اقدد من هنا، فهعمل اد انيميشن. هختار مين؟ هختار الحركة من emphasize، من القائمة بتاعت emphasize او التأكيد، وهختار له الحركة دي. شفتوا الحركة؟ خلت الولد ايه؟ يتحرك. طيب الحركة دي برضو أنا عايزها تظهر بالكليك ولا with previous؟ لا طبعا، هخليها with previous، يظهر مع بعض. هنا بعد كده طيب أنا هعمل إيه؟ أنا عايز أدخل ميوزك أو موسيقى، والمفروض ان الموسيقى تشتغل مع اللعبة بتاعتي من الاول، من الشريحة من الاول للاخر. فانا هجيب من insert هنا وهبدأ ادخل الصوت، اي حاجة هدرجها بتبقى من القائمة اللي هي ادراج. فهبتدي هدخل الصوت بتاعي وهقول له هنا، اختار ميديا 1 هو الصوت هنا في الجيم. واحط الصوت بتاعي. انا عايز الصوت ده يشتغل معايا من اول الشريحه لاخرها. طب عايزه تشتغل من اول الشريحه لغايه اخر الشريحه دي، طب نيجي نظبط بقى انه هو يشتغل. هعمل له ايه هنا؟ هجيب
بيرفكت اهو. هجيب الانيميشن بين علشان اعمل لها افكت اهو، وهجيب افكت اوبشنز اوبجكت، وهقول from beginning من البداية after current slide، يعني معناها ان انا عايزة الصوت يشتغل معايا من بداية الشريحة لغاية بعد الشريحة الحالية اهو، واقول له اوكي. وهقول له كده اوكي، تيجي نشغل الشريحة. في الشريحة الأولى بتاعت اللعبة بتاعتي، أنا مثلا عايز أحط اللي هي ابدأ، أي أحط زر ابدأ، أو زي ما خدنا كده إحنا في يمكن في المحاضرة الأولى اتعلمنا بنعمل ابدأ، إن أنا بعمل شيب وبكتب عليه كتابة كده ابدأ أو ستارت. تعالوا النهاردة نتعلمه بطريقة تانية، إزاي مثلا ندرج شيب، ندرج شكل. تعالوا نغير طريقة الدخول ونعملها مثلا ده زي زر كده الباور اهو، وابتدي احطه كده على جنب هنا. وابتدي اعمل ايه؟ عايز اعمل له، او ببقى عايزه طبعا ان انا اعمل له ايه؟ ان لما يبدا اتنقل للشريحه اللي بعدها يجي هو يتنقل معايا. هقول اكشن. طيب من الاكشن هنا هعمل له زي هايبر لينك وهقول له نيكست سلايد. احط صوت، ممكن احط صوت من البرنامج نفسه، مثلا اختار صوت الكليك واقول له اوكي. كده انا صممت الشريحه، وطبعا انا ممكن اي حاجة، لو انا عايز اضيف اي حاجة تانية على الشريحة ممكن اضيف عليها. تيجي يلا نشغل سلايد شو ونشوف الشريحة بتاعتنا. كده انا عملت، وهبتدي كده كده دخلتني على الشريحة التانية. طيب يبقى كده انا صممت او انتهيت من تصميم الشريحة الأولى اللي بيبقى فيها اسم اللعبة وفيها الزر ابدأ. طيب تعالوا نروح للشريحة التانية. الشريحة التانية أنا هعمل فيها إيه؟ الشريحة التانية أنا هحط مثلا فيها سؤال، هحط سؤال لنفسي، هعمل إدراج وأحط شيب وهاجي هعمل سؤال. طبعا انا هغير اللون او هنسق اللون بتاعي واحط لها كده. طيب الكتابه الورد ار، اي اكتب اي سؤال يخطر على بالي مثلا، او اي سؤال انا عايز اعمله خدته في الدراسه، زي مثلا ايه من الاسئله، ما هو العالم، واجي اعمل علامه استفهام. طب حطيت السؤال، طبعا بنسقه من قائمه هوم، هعمله بولد وهبدا ان انا لو انا عايز اغير الخط ممكن اغير الخط، ابتدي ان انا اغير الحجم بتاع السؤال عشان يبقى بالنسبه لي واضح. ايه تاني هنعمله للسؤال؟ برضو انا السؤال نسقته هعمل له حركه. طيب هنعمل حركه، يبقى هروح على فين؟ هروح على الانيميشنز او الحركات، يلا هروح عليها. طب هختار ايه الحركه اللي انا هختارها؟ ممكن اشوف الحركه اللي انا مثلا عايزها، ممكن اختار فيد مثلا، او ممكن اختار حركه ثاني اللي هي حركه راندوم، الحركه اللي اشوفها مناسبه مثلا، فانا بحب فيد مثلا فاحط لها الحركه بتاعه فيد. طيب انا عايز الحركه تظهر اون كليك ولا عايز الحركه لا انا عايزها اون كليك، يبقى خلاص هخليها بالكليك اهي.
عايز اعملها ايه؟ هعملها هنا افكت؟ لا انا كده خلاص، انا عملت السؤال بتاعي وعملت له الحركه بتاعته. طيب ايه تاني ممكن اقدر اعمله؟ انا عايز دلوقتي، طب افرض انا جاوبت صح، ما فكره اللعبه بتاعتي ان انا لو جاوبت صح يبقى كده الفوتبول بتاعتي او الكوره بتاعتي هتدخل او هتجيب جول. لا، لو انا جاوبت غلط مش هتجيب جول. فدي الفكره اللي انا هعمل عليها اللعبه. فهبتدي هعمل حاجه، انا قدامي حاجتين، يا اما احط صح وغلط. في حاله الصح مثلا او جاوبت صح هضغط على الصح، وممكن احط غلط. ممكن ان انا اعمل حاجه تانيه مختلفه. ايه هي الحاجة المختلفة؟ ان انا مثلا ادخل شكل اسماعيل مبتسم، بحيث ان انا لو جاوبت صح انا هبقى هابي وسعيد، فاضغط على الهابي على الهابي. طب لو انا جاوبت غلط يبقى كده هختار الساد الحزين. تيجي نعمل حاجة مختلفة ونعمل الانسرت، يلا وندخل الصورتين دول. فانا هنا ده الشكل الحزين، او ممكن الصح والغلط زي ما قلت لكم. نشوف احنا الشكل، امسح تاني. يبقى نعملهم من هنا، وادي الشكل الحزين اهو. ده في حالة الإجابة بغلط، أنا جاوبت غلط فهبقى طبعا ساد. لو أنا جاوبت صح هبقى سعيد، أو لو كسبت هبقى سعيد. فهنعمل صورة أهي. طيب كده انا لو جاوبت صح يبقى هضغط على الصح، وانا لو جاوبت غلط هبقى اضغط على السالب. طب في حته، في حاجه تانية انا عايز ادخلها. انا عايز ادخل برضو صوره الولد اللي هو بيركل الكوره اهو. هعمل انسرت وهدخل نفس البوي، ممكن اغيره. ممكن ادخل، وممكن ادخل بوي تاني اهو. ممكن كمان اعمل ايه؟ عايز ايه محتاجه تاني؟ محتاج بو الكورة اللي هي هتدخل في المرمى، ومحتاج كمان حارس مرمى. فانا هاجي هنا في انسيرت وبيكتشرز، وهاخد حارس المرمى اهو. الاول اهو هيبقى هنا حارس المرمى اهو، وهاجي هدخل كمان انساب اللي هي صورة الكرة، وهحطها هنا. طيب ايه تاني كمان؟ ما انا ممكن ابدا، ممكن انا عايز دلوقتي لما احنا بنبدا مباراه كره القدم، مش الاول اللي بيصفر الصفار عشان نبدا المباراه وبيقول لك ابدا المباراه اللي هي بدايه السؤال. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن ادخل صفاره، وممكن ادخل زر تاني اللي هو زر اضغط، بحيث ان هو يعمل لي صوت. برضو دي على حسب ما انا اشوف. اهو ممكن ادخل صفاره زي كده، بكده انا اكتملت اركان اللعبه بتاعتي. يعني في حاله السؤال ولو جاوبت صح. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ اظبط الحركات اللي بتاعت اللعبه. طب اظبطها ازاي؟ هو بيقول لك ايه؟ ان المفروض ان انا لو جاوبت على السؤال وطلع الاجابه بتاعتي ما هو اطول نهر بالعالم،
جاوبت نهر النيل، يبقى دي إجابة صحيحة. يبقى المفترض إن أنا أضغط على happy، الشكل اللي هو الفيس الهابي. طب ولو أنا ضغط الكورة بتجيب جول، إزاي أعملها دي؟ طيب ولو أنا قلت أطول نهر في العالم بس أنا جاوبت خطأ، أنا عايزة أضغط طبعا على سهل، لأن في الحالة دي الكورة مش هتجيب جول. طب الكلام ده أنا أعمله إزاي بالباوربوينت؟ أعمله من أول حاجة هجيب علامة الصح أهي، أو الهابي فيس، سواء كان اخترت الصح أو الهابي فيس. هعمل لها إيه دي؟ هعمل لها حركة، يلا نعمل أنيميشن ليها. إيه الأنيميشن اللي أنا هعمله؟ أنا هعمل أنيميشن أبير اللي هي الظهور، أهو أول أنيميشن أو أول حركة عندي. طيب بعد ما عملت الحركة دي يا ترى أنا عايزها اون كليك ولا عايزها previous؟ لا أنا هعملها مش اون كليك، أنا هعملها with previous. طيب وبعد كده هعمل إيه؟ هاجي عند علامة الساد اللي هو في حالة الإجابة الغلط، وبرضو عايز أعمل حركة. طيب هنبتدي نعمل حركة اللي هي هختار إيه؟ نفس الحركة، نفس الحركة برضو، ومش هعملها اون كليك، هعملها with previous. طيب وبعد كده هعمل ايه؟ خلاص انا دخلت الصورة بتاعت الولد اللي بيركل الكورة. طب دخلت الصورة، مش نعمل لها انيميشن او اعمل لها حركة؟ طب ايه الحركة اللي انا هعملها للولد؟ هعمل له حركة فيد، اهي الحركة دي. وبعد كده طيب بالكليك ولا بريفيوس؟ لا انا عايزها مع السابق. طيب وبعد كده انا برضو هعمل للولد تاني نفس الحركة، لان احنا عملنا له في الشريحة الاولى، احنا عايزين يروح ويجي بالكرة بتاعته. فانا طبعا هعمل له، هعمل ايه؟ ها انيميشنز ولا اد انيميشن؟ لا هروح على الاد، هأدد وهختار نفس الحركة اللي كانت بتخليه يتحرك شمال يمين، هي دي. وهخليها with previous. طب وهختار له حركة ثالثة برضو من add animation، هحدده كده وأدد حركة تانية، بس المرة دي الحركة من فين؟ من exit. طب ايه الحركة اللي انا هحطها له من exit fade؟ فيت خروج. هبتدي ان انا ادور عليها، اهي اللي هي الحركة دي، وهقول اوكي. يبقى انا كده عملت للولد اللي بيركل الكورة كام؟ ثلاث حركات. زي ما قلنا عشان اعمل انيميشنز او اعمل حركة يبقى انا بعمل بأدت حركة، لكن لو انا عملت حركة على حركة فهتلاقي الحركة الاولى لغت التانية او التانية لغت الاولى، فانا بعمل حركة وبعد كده بأدت حركة تانية. بس خلي بالكم دي بخليها اون كليك، يبقى دي بخليها اون كليك زي ما هي ما بغيرهاش. يبقى انا كده عملت للولد او للبوي ده عملت له ثلاث حركات أو animations. الحركة الأولى كانت فيد طبعا، وعملتها له إيه؟ with previous يعني مع السابق. وبعد كده عملت له حركة تانية اللي هي الحركة اللي كانت بتخليه يروح ويجي أو يتحرك، ودي خليتها برضو with previous. آخر حاجة بخليها كليك، يبقى أنا عملت له كده ثلاث حركات. طيب نيجي للولد اللي هو مين؟ الولد اللي عنده او عامل حارس المرمى، اعمل له ايه؟ عايز اعمل له حركه. طب ايه الحركه؟ هنمسك الانيميشن وهعمل له فيد. طيب عملت له الحركه دي، طب دلوقتي الحركه بتاعه الفيد انا هعملها اون كليك؟ اون كليك، مش هعملها ويز بريفيكس. طيب انا عملت ايه؟ انا حطيت صوت الصفاره، صوت الصفارة أو صورة الصفارة هنا برضو هعمل لها إيه؟ هعمل لها animations. إيه هي animations دي؟ هعمل لها fade.
اهي، بس دي هتبقى مش اون كليك، هتبقى ويز بريفرنس. هندخل صوت للصفاره، او ممكن انا اعمل لها صوت. تعالوا بينا يلا ندخل صوت الصفارة. المفروض نسمي صوت الصفارة، أو ممكن نعمله من جوه أو نحطه هنا مثلا، وليكن الصوت ده أهو. وكده أدركت صوت الصفارة. طب هعمله اون كليك؟ لا مش هعمله اون كليك، هخليه with previous. هروح على الانيميشن هنا وهاجي احدد هنا من البين وهقول له with previous. طيب عملت الصفاره وادركت صوت الصفاره، كمان هعمل ايه؟ وهعمل ايه تاني؟ هعمل حركه تاني للصفاره بحيث ان اخليها تختفي. الحركة التانية دي هيخليها تختفي، فأنا هعمل إيه عشان هي تختفي؟ قلنا هأدت أهو، وهختار من إكزيت عشان أنا عايز الصفارة تختفي، لأن هي المفروض إن إحنا بنصفر في بداية المباراة، وبعدين الصفارة بتختفي. طب هخفيها إزاي الصفارة؟ أنا هختار لها disappear اللي هي اختفاء. هندور اهي اللي هي الحركه دي. طيب انا عملت لي على الحركه دي برضو هتبقى اون كليك؟ لا، قال لك لا هنختارها ويز بريفيوس. يلا كده احنا عملنا ايه؟ عملنا دخلنا كل الصور وأدرجنا كمان لكل صورة حركة. طيب أنا دلوقتي عايز أعمل إيه؟ عايز أضغط على الهاب أو عايز أجاوب صح، أنا فرحت أو أنا جاوبت الصح، عايز لما أضغط أجيب جون. إزاي دي أعملها؟ عشان أعملها أنا عايز أجيب جول لما أجاوب صح. نبدأ نعملها إزاي؟ الأول أنا هختار الصورة بتاعت الكرة. طب هنا احنا في الاول خالص ما عملناش اي حركه للكوره، احنا دخلنا الصوره بتاعتها بس ما عملناش حركه. تيجي قبل ما نعمل التريجر او قبل ما نضغط على الهابي علشان احنا جاوبنا صح ويبتدي ندخل جول، تعالوا نعمل لها حركه. طب ايه الحركه اللي هنعملها؟ ممكن ندخل لها الحركه اللي هي appear من هنا اهي، دي اول حركه هندخلها لها، ونعمل لها برضو مش اون كليك، لا نعمل لها ويز بريفيوس مع السابق اهو. طيب كده عملنا لها احنا ايه حركه علشان احنا ما عملنا لهاش حركه. ملاحظين ان انا عملنا ايه؟ ان احنا دخلنا كل صوره وكل صوره عملنا لها حركه، ودلوقتي بقى هنعمل اللي هو ايه التريجر. يعني ايه؟ يعني عايزين اول ما انا جاوبت صح فانا هضغط على هابي واجيب جول، وعايز او جاوبت غلط فانا ساد هضغط على ساد فبعد كده هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي مش هجيب جول. فهبتدي اعمل ايه؟ اول حاجه هضغط على الكوره طيب او البول، وبعد كده هقدد لها انيميشن تاني. طيب يلا نقدد لها انيميشن منين؟ من الباسز. يعني ايه اهو؟
طب هختار لها ايه بقى اللي هو الكاستم باث او طريق مخصوص لو احنا بنتعامل بالعربي. هندور على الحركة بتاعتنا اللي احنا عايزين ندخلها للبول. او ممكن ندخل لها حركة الليفت دي، هي كده هتتحرك او نجرب الرايت. هنا هنطلع لنا بالكاستم بوست هنا لما نعملها اول حركات، فهبتدي اشوف الحركة اللي انا عايز أدخلها. أهو ده الحركة اللي أنا عايز أعملها لها بالظبط كده، هي دي الحركة اللي أنا عايز أعملها للبول أو أضيفها للبول. طيب كده أنا عملت لها الحركة دي، وبعد ما عملت لها الحركة دي خلاص أنا عملت الحركة الأولى. طيب انا هعمل الحركة الثانية لمين تاني برضو، ولا هعمل للحارس المرمى؟ لا، هنمسك حارس المرمى. هنقف عند حتة فاضية هنا عشان ما يعملش معايا اهي. هنعملها كده من الاول وهنبتدي نقدد المور باس. لو انا مش لاقيه الحركه هنا انا ممكن اختار اي حركه وهتطلع معايا زي ما عملت من شويه. يعني انا ممكن اختار الرايت واقول اوكي، هيطلع معايا هنا الحركه اللي انا عايزاها اللي هي دي. نيجي نعمل سلايد شو ونشوف. الكورة كده راحت بعيد او اتحركت معايا. طيب نيجي بعد كده نكمل. هعمل للولد بقى اللي عندي حارس المرمى هنا، هعمل له هنا هعمل لها اون كليك. لا انا هخليها مش اون كليك، هخليها ويز بريفيوس. فانا هعمل من الافكت هنا هعمل لها ويز بريفيوس وهقول لها في التريجر انت هتعملي مع مين، مع السؤال ولا مع الصوره. طيب انا اولا لازم اعرف هم انا المفروض ان انا اسميهم. لو انا ما سميتهمش طيب هعمل ايه؟ هرجع للصوره دي واشوف اسمها ايه. اهو هرجع للصوره دي كده واشوف اسمها ايه اللي هي صوره 5. يبقى انا كده هعمل التريجر هنا او هعمل effect option وهقول with previous هنا، وهنا هعمل كليك وهختار الصورة 5. طيب كده انا عملت مع الوش ايه المبتسم، وهنا برضو ده هعمل له تريجر نفس القصة ان انا هعمل له ايه، هقول افكت
always previous، وهبتدي اعمل له تريجر لو انا ضغطت على الصورة 5 واقول اوكي. طيب ايه تاني فاضل؟ طيب انا كده اخترت مين صورة الكورة، وبعد كده عملت الحركة بتاعت الكورة، بعد كده عملت صورة الولد وهعمل له add animation، وهختار له برضو من المور نو سوري لا انا مش هختار له من هنا، انا هختار له من الباس، هختار له ايه lines. وكمان هختار له برضو صورة التصفيق انه يظهر معاه التصفيق اهو. هنا الافكت وهعمل هنا صورة التصفيق. هعلي الصوت. زي ما شفنا احنا هو اتحرك كده. طيب نيجي هنا عند مين؟ انا دلوقتي عايز اعمل انا كده خلصت الحركه اللي هتخليني لما اجاوب صح اعمل ايه؟ لما اجاوب صح طبعا كده هيحصل ان انا هاخد جول او هجيب جول. طيب انا هنا عايز اعمل ايه؟ اعمل هنا بقى اعمل لها حركة، انا خلصت دي خلاص وعملت لها تريجر. هبتدي اعمل نفس التريجر اللي عملته بس المرة دي في الاجابة الصحيحة او في الاجابة الخاطئة. لو انا جاوبت غلط اعمل ايه؟ انا لو جاوبت غلط هعمل تريجر. طيب التريجر كده اللي انا هعمله هنا عند الاجابه الخاطئه هعمل ايه التريجر بقى هنا؟ سوري معلش هنا الصوت اللي انا هدرجه. نرجع للصوره للصوره 5 وهقول effect option. وحاجه اعمل صوت. الإجابة لو طلعت صح. طيب نيجي هنا دلوقتي أنا عايز أعمل إيه؟ هعمل تريجر برضو علشان أنا لو جاوبت غلط يبقى الإجابة بتاعتي أو ما أجيبش جول. أعملها إزاي؟ هبتدي الأول أختار الكورة بتاعتي وبعد كده هأدد لها بقى إيه أنيميشن. طيب هعمل إيه؟ هختار لاينز من هنا وهختار اب. هنا من هختار الحركة اللي هي في الباس برو وهختار حركة اب اهي اللي هي دي وهقول اوكي. طيب هنا بقى هسيبها اون كليك مش هعملها بريفيكس هنا. طيب الولد بقى هختار صورة الولد وهأدد انيميشن جديد اهو، بس ده هعمله with previous. وهختار هنا برضو طبعا صوت، بس الصوت يكون ايه؟
صوت يكون في مثلا فشل او صوت يكون في حزن علشان الاجابه طلعت خطأ. هعمل تريجر على الكوره هنا اللي هي افكت اوبشن، وهعمل افكت اوبشن وهبدأ اعمل اون كليك. هخليها اون كليك، اتأكد الاول منها ان هي اون كليك. وخلي بالكم ان انا بشتغل على الحركة التانية مش الاولى. ليه؟ هنا في طبعا انا عاملة للصورة اكتر من حركة. الحركة اللي بعملها التريجر هي حركة اللاينز اللي هي دي الحركة اللي انا بعمل عليها التريجر. فانا هنا همسك صورة 8 اهي، دي الصورة بتاعتي 8 اهي، او صورة 7، بس انا همسك الحق اللي هي كانت عليها اللاين وهبدأ اعمل الافكت بتاعي اهي اون كليك اهي. انا هخليها اهي زي ما هي كده، اتاكدت ان هي اون كليك. وبكده انا صممت اللعبه بتاعتي او خلصت من اللعبه. الاهم في اللعبه ان انا اخد زي ما قلت لكم، اخد الايدياز او الافكار اخدها واعمل بيها لعبه مبتكره. المهم ان انا كنت اتعلمت في اللعبه ازاي اعمل عنوان للعبه وانسقه، ازاي اعمل زر ستارت، ازاي اعمل تريجر، ازاي اخلي مثلا لما اجاوب صح طبعا اعمل التريجر، ازاي اعمل اكتر من انيميشن، اكتر من حركه للصوره الواحده، اعملها ازاي ادرك صوت وادخله واخليه من البوتوم مثلا، من اول السلايد يشتغل. كل الكلام ده هو المهم او الاهم. ليه؟ لان الحاجات دي هي اللي هناخدها ونصمم بيها العاب اخرى. طبعا العاب كرة القدم ليها العاب كتير، ولو انا قلت اهو كده انا خلصت تصميم اللعبه او الفكره، ان انا لما اجاوب على سؤال ازاي اربط الاجابه بتاعتي او بشكل او ان انا اربطه ان انا اجيب جول او ما اجيبش الجول. طيب ممكن نعمل تاني لعبة كرة قدم مختلفة أو فكرة تانية من ألعاب كرة القدم غير دي؟ ممكن إن أنا أستخدم لعبة تانية خالص، إن أنا أصمم ملعب، ودي هياخد ممكن أصمم ملعب كرة قدم بالباوربوينت، أصمم الملعب وكمان أعمل اتنين تيم، يعني تيم أزرق وتيم احمر، وابتدي طبعا اسال اسئله، والفريق الفايز هو اللي بياخد عدد النقاط اللي هي الصح، وفي النهايه من الفريق اللي بياخد اكبر عدد من النقاط هو اللي بيبقى الفريق الفايز معانا. احنا لو عايزين نصمم مثلا ملعب، انا هبتدي ان انا مثلا افتح لعبه تانية او هفتح باوربوينت جديد. من فين؟ من فايل، وابدأ افتح نيو. طب عشان اصممه ما ننساش تاني ان انا هعمل البلانك.
هبدأ أصممه إزاي الملعب؟ الأول طبعا أنا بعمل خلفية، وليكن هدخلها من ديزاين وهعمل فورمات باك جراوند. وهعمل اللون ده مثلا، أو أخد الأغمق، أغمق درجة. طيب عادة الملعب بيكون عبارة عن 6 مثلا مربعات، هعمل 3 هنا و3 هنا وواحد في السنتر في النص. ابتدي هدخل شيب، فكرة اللعبة دي وإيه اللي بيختلف عنها؟ لا، بتختلف عن اللعبة اللي فاتت، إن اللعبة اللي فاتت دي ممكن ألعبها لوحدي، لكن اللعبة دي لازم حد يلعبها معايا. ليه أنا بستعرض معاكم الأفكار؟ لأن قلت لكم فعلا أهم حاجة الأفكار أو الأيدياز اللي إحنا بناخدها، لأن دي اللي عن طريقها أنتوا ممكن تصمموا العاب بافكاركم المبدعه. يعني ممكن انا اكون فكره، انا عرفت ازاي اعمل تريجر، ازاي مثلا احط ان انا ازاي اقدد حركه، كل الكلام ده انا لما هاجي هتعلمه باجي طبعا بجيب ورقه، بجيب قلم، بجي بخطط للعبه بتاعتي. طب انا هعملها ايه، او اجيب افكار وابتدي ان انا انفذها. الملعب هنا ممكن ان انا اصمم، يعني انا مثلا ممكن اصمم ملعب من الباوربوينت، وممكن في نفس الوقت ان انا اعمل ايه، ان انا لا اجيب صورة جاهزة من جوجل، هستخدم جوجل علشان اجيب الصور. او ممكن ان انا اصممه زي ما انا هوريكم دلوقتي. طبعا هنا اللون هيبقى مختلف، هختار اللون مثلا اللي هو افتح شوية ده قريب، ممكن نختار الافتح كده او نرجع للون اللي كنت الاول عليه. طيب ده افتح، انا هسيب مثلا هنا واجيب واحد تاني كابل كده. هو لازم 3 هنا بس، طبعا واحد بيبقى غامق وواحد بيبقى فاتح. هاجي اغمقه مثلا، ده اخليه ده وده بالفاتح، ده مثلا الغامق. المهم يبقى فيه تدرج في الالوان. انا هعمل كمان تاني واحد اهو، ده هخليه لون أغمق، هعمل واحد لازم يبقى فيه واحد في النص في السنتر، هما 3 على اليمين و3 على اليسار، ويبقى لازم فيه واحد في السنتر اهو. بس هعمله اللون لا ما يبقوش جنب بعض، فاحنا ممكن نعمل ده لونه مختلف شوية اهو مثلا. طيب انا كده نفذت او عملت الارضيه، هبتدي اعمل انسرت اللي هعمل بقى الشبكه بتاعت في اول شيبس اهي كده، ادخل الشكل بتاعي. طيب انا هعمل له ايه هنا؟ هبتدي ان انا طب ليه مقاس معين؟ ليه مقاس معين؟ هبتدي اعمل له شيب فيل، يعني هفرغه، اعمل له نو فيل، وهبتدي ان انا اعمل الشيب اوت لاين، وهعمل له
طب هظبطه بعد كده بالسايز. هو المفروض ان انا هعمل ايه؟ طوله كام وعرضه كام؟ طوله هيبقى 16، فانا هكتب هنا 16، هما تقريبا يعني مكتوبين، بس ايه هنخليها دي 16. وعرضه 30، هنمسح دي ونخلي العرض بتاعه 30. اهو كده ظبط المقاس بتاعي بهذا الشكل اهو. طيب وبعد كده، بس خلوا بالكم ان انا لازم لون الاطار اخليه ابيض. منين؟ من الشيب اوت لاين، هغير اللون واخليه ابيض اهو. طيب وبعد كده، وبعد كده هعمل له مربع، هعمل تاني مربع صغير زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طب نصمم المربع او ندرج مربع، ندخله من انسر ونيجي هنا لشيب، ندخل المربع بتاعي اهو. طيب وبعد كده بعمل له شيب فيل، يعني هفرغه، اعمل له نو فيل. وبعد كده هدخل على شيب اون لاين واعمله ابيض، بس هخلي هختار الاطار يبقى عريض بالطريقه دي. طب الحجم ايه؟ طوله 6، طوله هيبقى 6. طب والعرض؟ العرض هيبقى 2.25، يعني 2 وربع. ادي 2.25، خليه انجلش لو كتب عربي. احنا قلنا ان الطول 6 وهنا هيبقى 2. هنا هيبقى 2 وربع، هعمل 2. هنا هخليها وربع. وهبتدي ادرجه كده، اجزاءه بقى فيه، وهعمل واحد من الناحية التانية. طيب عملت كده واحد هنا وواحد هنا. طيب ايه تاني ممكن اعمله؟ انا عايز اني هعمل مربع بقى متوسط من الملعب العرضة بتاعتي او اليارد اللي بنسميها، فهعمل برضو انسرت، ابتدي ادخل الشيبس. ابتدي اعمل له شيب نوفل، ابتدي اعمل له وهخليه ابيض. طيب الحجم بتاعه بقى، هنا الحجم هيبقى الطول 10 وهيبقى العرض 5. انا هخليه هنا في السايز، المهم ان انا ابقى محدده الحاجه اللي انا هعملها. ده هيبقى 10 الطول والعرض 5.
هنجيبه بعدين، هنكتبه هنا. وهعمل واحد برضو تاني من الناحية التانية. طيب انا كده حاول ان انا اضبطه. وبعد كده بعمل المربع الصغير اللي بيبقى ورا اليارد اللي هي زي الشبكة. هعمله ازاي ده؟ هدخلها من insert وهبدأ اعمل shape. وده ممكن اعمل له، اخده من هنا مثلا باترن واختار البريك او وابتدي اغير اللون. ممكن اغير اللون من هنا، ده هخليها ابيض وده هخليه اخضر. وهبتدي احطه كده وهعمل واحد تاني من الناحية التانية. طيب انا كده عملت الملعب، اعمل ايه تاني؟ فيه طبعا بيبقى فيه اقواس، ممكن برضو ادخلها من هنا. زي القوس ده ابتدي ادخله كده وابتدي احركه. واعمله هنا كده، ابتدي ان انا الخط اخليه عريض واخليه لونه ابيض. واعمل بنفس الوقت واحد من الناحية التانية. وابتدي ان انا هعمل ايه؟ طبعا هدخل انا كده، يمكن انتهيت من تصميم العرضه. ابتدي هدخل الكوره بتاعتي. بس الاول هعمل دايره خليها ابيض. وادخل الكوره في النص. انا هسيب اللعبة كده او هصمم الملعب
انا بقى عايزه اشوف افكاركم الابداعيه، وده تاسك النهارده. انا بقى عايزه فكره للعبه، هي ممكن لعبه، هنا بنقول تيم مثلا، اتنين تيم، او ان انا العب انا وصاحبي مثلا، او انا وزميلي، او يكون معايا. فانا عايزه بقى اشوف افكاركم، اشوف ابداعات. فانا هسيب ده كده، انا صممت هنا الملعب، او وريتكم ازاي يتصمم الملعب. عايزه اشوف المره الجايه ان شاء الله تصميمات وابداعات من عندكم، عايزاها تستخدموا الملعب ده وتعملوا بقى فكره ابداعيه للعبه، ازاي انا استخدم الملعب ده واعمل لعبه تعليميه من الباوربوينت. منتظره ابداعاتكم. في النهاية بحب أقول لكم شكرا على الاستماع. أتمنى أن المحاضرة تكون شيقة، تكون ممتعة، وتكون استفدتوا من الأفكار اللي كانت فيها. وأنا قلت لكم هكرر تاني، أهم حاجة الأفكار أو الأيدياز اللي احنا بنعرضها علشان أنتوا تتعلموها وتستخدموها في تصميم الألعاب. منتظرة إبداعاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.